بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. وضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح مع الإخوة والأخوات. حياكم الله وبارك فيكم. هذا السائل يقول في قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، ما سبب نزول هذه السورة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبب نزول هذه السورة وهذه الآيات أن جارية للنبي صلى الله عليه وسلم يقال لها مارية القبطية، أهداها له المقوقس ملك مصر، فكانت زوجاته خصوصا عائشة و حفصة بنت عمر اتهمت النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد تسرى بها، فاتهمت النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد تسرى بها لما شممنا فيه من رائحة العسل الذي عندها. النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه على زوجتيه في ذلك، وحرم مارية القبطية، حرم التسري بها، فعاتبه الله عز وجل، قال: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ فلا يجوز للإنسان أن يحرم الحلال الذي أحله الله له، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. ثم إن الله أمره أن يكفر عن يمينه، لأن تحريم الحلال يمين، أن يكفر عن يمينه، فقال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وذلك في سورة البقرة، قال سبحانه وتعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فكفر النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعاد إلى مارية القبطية. نعم. يسأل الشيخ في فقرته الثانية يقول: أيهما أكثر نزولا للقرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم، في مكة أو المدينة؟ الأكثر في مكة، في المدينة. الذي نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن في مكة ما يتعلق بالعقائد، تصحيح العقيدة والنهي عن الشرك، هذا هو أكثر ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، وأكثر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة تشريعات، بيان الحلال والحرام وما يتعلق بذلك. نعم. له فقرة أخيرة وسؤال أخير يقول: ما كيفية نزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل يتمثل له شيء آخر؟ نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم على نوعين. النوع الأول أن يلقى في روعه صلى الله عليه وسلم بدون واسطة الملك، يلقى في روعه صلى الله عليه وسلم بدون واسطة الملك، وهذا قليل. والأكثر أنه يأتيه جبريل عليه الصلاة والسلام، الروح الأمين، يأتيه بالوحي من الله عز وجل فيلقيه عليه. نعم. أحسن الله إليكم.
هذا بعث بسؤال لفضيلتكم، يقول بأنه طالب علم ويدرس علوم شرعية في إحدى الكليات، يقول هل أستعين بما توصلت إليه الكمبيوتر والإنترنت للرجوع إليه استنادا إلى من أجاز ذلك؟ أنا لا أعرف هذه الوسيلة، ولكن كل ما تستفيد منه في طلب العلم من الوسائل فإنك تستعمله، كل ما تستفيد منه من الوسائل المقربة لطلب العلم والمعينة عليه فإنك تستعمله. نعم. تقول السائلة: يا شيخ، عندي أولاد وحركتهم كثيرة ويغضبونني وأدعو عليهم وأتمنى لهم الموت. لا يجوز هذا، عليك بالصبر، والأولاد خصوصا إذا كانوا صغارا من عادتهم أنهم يشقون على والدتهم، فعليها أن تصبر ولا تدعو عليهم، لأن الدعوة الوالد مستجابة، وربما تصادف وقت إجابة فتقع عليهم الدعوة. نعم. تقول: تذكر بأن لها راتب وهي مدرسة، وأخي فقير تخرج من الثانوية والآن في الكلية ويريد الزواج، هل أعطيه من زكاة مالي؟ نعم، إذا كان يريد الزواج وهو فقير فهو أولى بزكاتك، لأنها تكون عليه صدقة وصلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ، بالنسبة للذي يصوم ولكنه يتساهل بالصلاة، هل يقبل منه الصوم؟ لا يقبل الصوم إلا بعد أن يلتزم المسلم بالصلاة في وقتها ومع الجماعة، لأن الصلاة أكد من الصوم. الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي عمود الإسلام، والصوم هو الركن الرابع من أركان الإسلام، بل لا يصح صوم ولا عبادة مع تضييع الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: تركت زكاة الفطر في سنتين لأنني كنت أدرس في الخارج، هل أخرج هذه الزكاة من أول الشهر، وما الحكم في حقي؟ باقية في ذمتك، دين في ذمتك، فتخرجها قضاء وهي باقية في ذمتك، وكان الواجب عليك أن تخرجها في فقراء المسلمين الموجودين في البلد الذي أنت فيه، لأنه لا يخلو غالبا، لا تخلو البلاد الغربية أو الكافرة من وجود جاليات مسلمة، فتدفعها إليهم، أو توكل في بلدك من يخرجها على الفقراء، وكلا الأمرين جائز، ولا يجوز أن تتأخر وتبقى في ذمتك، أنها دين ولا تسقط إلا بأدائها. نعم. يقول الشيخ الكبيرة السائلة تقول: المرأة الكبيرة في السن وكانت جاهلة لأحكام الحيض سنين عديدة، لم تقضي ما عليها من صوم وصلاة، ماذا يلزمها؟ يلزمها القضاء، يلزمها أن تقضي الفريضتين، الصلاة والصيام، اللذين تركتهما في الحيض. نعم. أحسن الله إليكم. هل ورد يا شيخ حديث: داووا مرضاكم بالصدقة، وما فضل الصدقة، وهل تختص بأيام معينة؟ نعم، هذا يروى حديثا على ألسنة الناس، وأنا لم أطلع عليه، ولكنه مشتهر على الألسنة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: داووا مرضاكم بالصدقة. ولا شك أن الصدقة فيها طاعة لله عز وجل وقربة إلى الله وإحسان إلى المساكين. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: جرت العادة عند أول يوم من رمضان وضع الفوانيس والإضاءة في رمضان، هل في ذلك حرج؟
نعم، هذا شعار لا يجوز إظهاره وتخصيصه في رمضان، إنما الإضاءة تكون بقدر الحاجة، قدر الحاجة في المساجد للمصلين، وما زاد عن ذلك فلا يجوز أن يخصص رمضان بزيادة إضاءات. نعم. فضيلة الشيخ، هذا سائل عبد الله يقول: هل لابن تيمية رحمه الله تقسيم للبدعة؟ ليس له تقسيم للبدعة، بل هو ينكر البدعة عموما بقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. بقوله صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم. يقول السائل: إخوتي الكبار يا شيخ مقصرين في حق والدتي ووالدي، فهم مشغولون بأولادهم وسفرياتهم، وأنا أصغرهم أقوم ببرهم، وهم يقولون: بما أنك أنت موجود فأنت تكفي عنا وحللنا. لا بأس بذلك ما دمت جزاك الله خيرا تقوم بخدمة والدك وما يحتاج إليه، فقد اكتفى بذلك. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، إذا صلى أحدكم الجمعة قرأت هذا الحديث فليصلي بعدها أربعا أو ستا. نعم، ورد هذا. فأقل الراتبة بعد الجمعة ركعتان، وأكثرها ست ركعات، كل ركعتين بسلام. نعم. يقول الشيخ أيضا: هل هذا حديث لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل؟ نعم، هذا حديث صحيح ومؤكد. راتبة الفجر آكد الرواتب، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعها لا سفرا ولا حضرا. نعم. عمليات التجميل، تقول السائلة يا شيخ: ما ضابطها؟ وإذا كانت هناك تشوهات في وجه المرأة، وأيضا إزالة الشعر فوق الحاجب وغيرها. لا بأس بإزالة ما يشوه الوجه، وجه المرأة تزيله، لأن هذا من الأذى ومن العيب الذي يقدر على إزالته وتحسينه، ويكون ذلك على أيدي الأطباء الذين يعرفون كيف يعالجونه. نعم. يقول السائل: في وقتنا الحاضر بعض الناس لا يمسك لسانه، فتراه يخوض في أشياء لا مصلحة له فيها، ما خطر آفات اللسان الشيخ؟ آفات اللسان خطيرة. قال صلى الله عليه وسلم لما قال له معاذ رضي الله عنه: وهل نحن مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم. الله جل وعلا يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالإنسان يحذر من الكلام المحرم، من الغيبة، من النميمة، من السباب والشتم وغير ذلك. طهر لسانه من الكلام المحرم. نعم. يقول السائل: لي صديق منذ أن كنا في الثانوية وقد تخرجنا، وأحسبه بأنه من الصالحين، ودائما عند السفر أطلب منه الدعاء يا شيخ. لا بأس بذلك، التواصي بالدعاء لا بأس بذلك. وقد طلب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر رضي الله عنه لما أراد أن يسافر للعمرة، قال: لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك. نعم. يقول: ما الأفضل في هذه الأنساك يا فضيلة الشيخ؟ وذلك لأنني أريد الحج هذه السنة إن شاء الله في أول حجة من عمري وأنا في الأربعين، الإفراد أو التمتع أو القران؟ الأفضل التمتع، أن تحرم بالعمرة ثم تتحلل منها ثم تحرم بعد ذلك بالحج، هذا هو الأفضل. نعم. يقول: كيف نقوم يا شيخ زكاة بهيمة الأنعام؟
تقومونها بما تساوي، سؤال أهل الخبرة والذين يعرفون أسعار المواشي تسألونهم. نعم. يقول الشيخ: هل تكفي عمرة واحدة في حياة الإنسان إذا كان بلاده بعيدة؟ نعم، العمرة والحج مرة واحدة في العمر على المستطيع، مرة واحدة في العمر على المستطيع. نعم. فضيلة الشيخ، ما يقول فضل سورة الفاتحة؟ وإذا لم تقرأ سورة الفاتحة مثلا خلف الإمام هل تسقط؟ سورة الفاتحة من أعظم سور القرآن، هي أم القرآن، هي أم القرآن، ولا تصح الصلاة إلا بقراءتها، قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولكن في الصلاة الجهرية تكفي قراءة الإمام إذا لم يتمكن المأموم من قراءتها، فإنه ينصت لقراءة الإمام وتكفي، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءته له قراءة. قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نعم. تقول السائلة: ما الحكم يا شيخ في من توفيت بعد أن أخذت من رمضان أياما مفطرة، هل عليها صيام أم لا؟ إذا ماتت في مرضها ولم تتمكن من القضاء فليس عليها شيء. نعم. لها فقرة أخرى تقول يا شيخ: هل صيام الست من شوال ويوم عرفة يكون لها حكم صيام الفرض؟ لا، صيام الست من شوال نافلة، وصيام يوم عرفة نافلة، وفيهما فضل، ولكن لا يأخذان حكم صيام الفرض. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ صالح، وبارك الله فيكم وفي علمكم على ما بينتم وأجبتم للإخوة والأخوات في برنامج نور على الدرب. يتجدد اللقاء إن شاء الله في هذا البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.